صراحة انا ما كان مش من داك النوع اللي كيبقى ديما كيتهلا في راسو خصني في الصباح ندير ان سوان في العشيه ندير ان سوان شعري دي فوا فريمون كنهمل راسي خصوصا انا كنت الا كنت كنقرا ولا الا كنت مشغوله بشي حاجه اخرى ماشي ديما تنبقى كنتهلا في راسي مي دي فوا سا ماغيف انني ندير ان ماسك اليوم ندير ان ماسك اخر غدا دي فوا بحال هكا بحال كاع البنيتات لا بو كندير الخرقوم والحامض انا كتعجبني هادي جو بونس كيحيد جو بونس المهم انا كيقولوا لي زوين مش حال ديما انا كنديرو مي تيحيد لي هذوك لي طاج الصغار اللي كيكونوا في الوجه شعري تندير ليه زيت فلفله ماما كتقاد ليا الزيت كديرها مع فلفله وكتقصد عليها شحال ما عرفتش كيفاش كدير لها اكزاكتومون مي الا كنتو انتريستد نقدر نسول ماما ونقول لكم يس كنديروا الزيت مع فلفله وما تيبقاش يطيح الشعر بزاف انا كيفاش كنعتني بوجهي لي ماسك زعما طبيعيين وداكشي اللي غنعطيهم نصيحه هو ماشي بالضروري انهم ياخذوا دي ماسك غاليين ولا شي حاجه فيقدروا يصيبوا غير شي حاجه في الدار تقدر تفيدهم احسن.